عليكم في درس جديد من دروس الحكاية. درسنا اليوم أيها الأطفال هو الأصدقاء الأوفياء. كان يا مكان في غابة يعيش 3 أصدقاء، قرد وكلب وحمار، يلعبون ويمرحون سويا ويتشاركون طعامهم ويساعدون بعضهم. إذا وجد القرد عظمة أسرع بها إلى صديقه الكلب، وإذا مر الكلب بحقل للفول السوداني أو بشجرة موز جنى منهما ما يقدمه هدية للقرد، وإذا تعب الحمار جمع له صديقاه ما يأكل من حشائش الغابة. في يوم من الأيام جلس الأصدقاء بظل شجرة يتناولون طعامهم. فجأة ظهر أسد من وراء الشجرة يتربص بالأصدقاء 3، يريد أن يفترس أحدهم. صاح القرد: الأسد الأسد! ثم قفز إلى أعلى الشجرة وجرى الكلب مبتعدا عن المكان. حينئذ تذكر الصديقان أن الحمار بطيء الحركة وأن حياته في خطر. اقترب الأسد من الحمار ولعابه يسيل وشرع يدور حوله، بينما أخذ الحمار وضع الاستعداد للدفاع عن نفسه. تخيل القرد الأسد ينهش لحم صديقه، فنزع فرعا من الشجرة وألقى به في اتجاه الأسد، لكن الأسد لم يلتفت إليه وظل يدور حول الحمار ويقترب أكثر منه. نظر الحمار إلى القرد والتقت نظراتهما. شعر القرد أن هذه نظرة وداع من صديقه الحمار، فقال: لا أستطيع أن أرى صديقي يقتل ويؤكل أمامي دون أن أفعل شيئا، سأنزل لأساعده وليكن ما يكون. قفز القرد إلى الأرض وأخذ يستفز الأسد، وجاء الكلب ينبح. انشغل الأسد بمطاردة القرد والكلب فهرب الحمار. حينئذ صعد القرد مسرعا فوق الشجرة مرة أخرى، وانطلق الكلب يجري بسرعة بين الأشجار. لم يستطع الأسد الإمساك بأي منهم، فانصرف غاضبا وزئيره يصم الآذان، بينما التقى الأصدقاء 3 خلف الوادي وتعانقوا في موقف اختلطت فيه الضحكات بالدموع. قال الحمار لصديقيه: شكرا لكما، لقد تعرضتما للخطر من أجلي. فقال القرد والكلب في وقت واحد: لا يعرف الصديق إلا في وقت الشدة والضيق. لا تنسوا الاشتراك في القناة.